نرحب بيكم اعزائنا المشاهدين، حلقه جديده وبرنامجكم حالات مستعصيه. النهارده هيكون موضوع حلقتنا عن اهم جزء في الجسم وهو البشره. عشان كده هيكون ضيف حلقتنا النهارده دكتور عمرو غريب، مدرس مساعد في الامراض التناسليه والجلديه. اهلا وسهلا بيك يا دكتور، منور الصحه والجمال. الله يخليك بنورك. مبدئيا يا دكتور، النهارده كده عايزين نتكلم عن اسباب احمرار البشره. ده موضوع طبعا يعني شديد الاهميه وشديد الانتشار، وللأسف يعني بيتعالج غلط من معظم المصريين، والناس بتستهون بيه لغاية ما يوصل لقيت فعلا مستعصية وصعبة العلاج معانا نتيجة التجارب اللي الناس بتعملها على بشرتها، وبتستسهل اللي هتاخد أي دواء أي مرهم أي كريم بتشوفه وتحطه على البشرة، وبعد كده يجي يشتكي إن هو الدنيا اتبهدلت معاه، بشرته فيها مشاكل، بشرته ما عادتش زي الأول. طيب المفروض أصلا من الأول تبحث ايه سبب المشكله اللي عملت لك الاحمرار ده، لان الاحمرار ده مش حاجه واحده بس، لا ده امراض كتير قوي ممكن تعمل الاحمرار. زي الحين طبعا هنتكلم عن اشهر الحاجات اللي ممكن تعمل كده، وان كان لا يسع الوقت قبل ان احنا نسرد كل اسباب احمرار الوجه. الاحمرار بيبقى اسبابه مختلفه، بيختلف على حسب السن، وبتختلف على حسب شكل الاحمرار وعلى حسب سبب الاحمرار. الاحمرار ده ممكن يبقى نتيجه التهاب، جلد نفسه ملتهب فيحمر زي اي التهاب في الدنيا، يحصل فيه احمرار نتيجه اي التهاب. تاني حاجه ممكن يبقى شعيرات دمويه، شعيرات دمويه صغيره عروق رفيعه كده بتظهر على البشره تدي الشكل المحمر ده. رابع حاجه ممكن الاحمرار ده يبقى نتيجه كريم من الكريمات او بعض الادويه الموضعيه زي الكورتيزونات العاليه تعمل التهاب واحمرار وعروق وكذا كومبوننت، اكتر من حاجه تعملها في نفس الوقت يظهر على الوجه. ده بسبب سوء استخدام او الاستسهال في ان انت في طريقه العلاج. طريقه العلاج. فاول نقطه ان انا اشوف الاحمرار ده قبل ما ادور عليه لازم احدد اصلا السبب ايه عشان اعرف اعالج ازاي. اما بيجي العيان، بيجي لي العيان ببص الاول اشوف المشكله ايه مع الاحمرار. الاحمرار بيبقى علامه من العلامات. ممكن يبقى احمرار لوحده خالص. ده الفلاشنج، ده اللي هو المريضه بتيجي ان تحس ان في وهج طالع من وشها. دي ممكن تبقى حاجه فسيولوجيه طبيعيه خالص، الناس تتعرض لستريس، اي ضغط عصبي او حاجه يحصل لها وهج في وشها. دي حاجه فسيولوجيه. في حاجه فسيولوجيه تاني بتحصل بعد فتره انقطاع الدوره عند السيدات، ان يحصل برضو وهج واحمرار شديد في الوجه نتيجة خلل في مستوى الاستروجين في الدم. طبعا بعد انقطاع الدورة الاستروجين اللي هو هرمون الأنوثة بيقل، بيبقى ليه دور في الحفاظ على انتظام الشعيرات الدموية جوه الوجه. اما بيقل بيحصل فيه الوهج والفلاشنج ده اللي بيجي يشتكي العيان، بتيجي يشتكي انه وشها بيحمر قوي وبتعرق قوي. طب بس عايزين نشوفها معانا. يعني دي مشكلة من اهم المشاكل اللي هي الحب الشباب. دي هنتكلم عنها دلوقتي بقى. دي مشكله تانية اسمها الاحمراريه، ان شاء الله نلحق نتكلم عنها. الاحمراريه او الورديه او الزهريه دي مشكله تانية. هنا احنا طلعنا بره البشره، بس هنا اللي في الايد ده يبقى صدفيه، بس بره البشره، بره الموضوع بتاعنا شويه، بره بشره الوجه. احنا كلامنا كله على اسباب احمرار الوجه. ماشي يا دكتور، نكمل بقى موضوعنا. عايزين نبتدي في اول سبب أول من مشكلة. اسباب الأمراض المرضية بقى. أشهر الأسباب طبعا وأكثر أمراض انتشارا، إنه بيأثر على أكثر من 80% من البشر في مرحلة من مراحل عمرهم لازم هيعدي على المشكلة دي، اللي هي حب الشباب بدرجات متفاوتة. هيعدي عليه إنه يحب حب خفيف أو يوصل لدرجة إنه عقد وتكيسات تحت الجلد. طيب حب الشباب ببساطة إيه أسبابه؟ أسبابه خلل هرموني بسيط بيبقى في البشرة ما بيبقاش في الجسم، شوية خلل هرمونات على مستوى الجلد يحصل فيه انسداد في المسام بتاعة الجلد، ويبتدي الإفراز يتراكم بتاع الدهون يتراكم جوه الجلد وتنمو بكتيريا على الإفراز ده. طيب ايه المشكلة بقى؟ بعد كده يبتدي يظهر حبوب ويبتدي يظهر صديد على الوش. تيجي المريضة أو المريض يجي يشتكي إن في ألم وفي وشه محمر وملتهب. طيب ايه سبب الإحمرار هنا؟ سبب الإحمرار البكتيريا. لذلك احنا في المرحله دي لازم ندي مضادات حيويه مخصوصه. بديك حد مضاد حيوي مخصوص على قد حب الشباب، لان ما ينفعش اي مضاد حيوي اروح للصيدليه عايز مضاد حيوي عشان خاطر وشي فيه التهابات، ما ينفعش. في مضاد حيوي هو اللي يناسب الحاله، لان بتتعمل ابحاث ودراسات نشوف الميكروب ده
ايه المضاد الحيوي اللي بيناسبه، ايه المضاد الحيوي اللي بيخليه يموت، يبقى واحد اتنين تلاتة هم دول اللي بنستخدمهم. يعني المضادات الحيوية هي اول حاجة ده، لا مش الوحيد ده اول حاجة، في حاجة تانية طبعا الضادات الحيوية الموضعية او صورة برشام جهازية، يعني صورة برشام او شراب. تاني حاجة الحاجات مشتقات فيتامين الف، مشتقات فيتامين الف دي حاجات بتظبط ايه التقرم بتاع الجلد، يعني البشره نفسها بتظبط خلايا البشره نفسها، من الحاجات الكويسه جدا مشتقات فيتامين الف بتساعد على استعاده نضاره البشره واستعاده تكون المسام من جديد وتقليل افراز الدهون من البشره، فهي مفيده جدا في علاج حالات حب الشباب. المرحله اللي بعد كده ايه العلاج بادويه مشتقات فيتامين الف، البرشام الجهازيه دي بتبقى علاج محتاج طبعا طبعا طبيب اخصائي جلديه او استشاري جلديه مخصوص يعرف يتعامل مع البرشام ده، نوع معين من البرشام ما ينفعش نقول اسمه عشان مش اعلان. كمان بعد كده طبعا الاحدث بقى دلوقتي في العلاج هي استخدام الليزر والوميض الضوئي في علاج حب الشباب، وده اللي احنا في الحالات اللي هي محتاجه انها تتعالج تخف بسرعه، لانها محتاجه مش هتقعد تصبر انها تاخد معايا دهانات وبرشام وحاجات موضوعيه لشهور متتاليه، لا في ناس تبقى مستعجله وعندها دخل على برزنتيشن او انترفيو او هتبقى موجوده في الفرونت اوفيس بتاع مكان مهم، فمحتاج ان هو يخف بسرعه، فبنلجا بقى للحاجات الاسرع اللي هي الليزر والوميض الضوئي. الوميض الضوئي بنستخدمه اكتر، ده جهاز بنستخدمه اكتر عشان خاطر نوقف حب الشباب، والليزر بنستخدمه اكتر عشان نشوف بقى المشاكل اللي بتنتج عن حب الشباب واشهرها مشكله الندبات والخروم والحفر اللي أيوة بتبقى موجوده، سوء التعامل معاها سوء التعامل معاها، والناس اللي هي البقع بتجرب البقع والاحمرار والندبات، الندبات يعني اللي هي الحفر اللي بتحصل معانا ده حب الشباب، ده حب الشباب وكمان عامل ندبات مش حب الشباب بس، ده عيان اهمل في نفسه ابتدى حوالين الحبوب لو احنا بصينا كويس هنلاقي فيه حفر ابتدت تتكون وكده، العلاج اصعب طبعا، وهنحتاج طبعا لازم التدخل عن طريق تقشير كيميائي او عن طريق الليزر، بندخل بنعالج الحبوب الموجوده في نفس الوقت نبتدي نهدي الالتهاب عشان ما يزيدش المشاكل دي ما تزيدش، بعد ما الدنيا بتهدى ببتدي اعمل له ليزر عشان خاطر يخلي يعيد تكوين طبقات الجلد. طب حب الشباب دي بيرتبط بس بسن الشباب ولا كمان ممكن يوصل ل 40 سنه و 45؟ سؤال مهم جدا. الحب الشباب اغلب حدوثه في سن الشباب بدايه من البلوغ، اسف بدايه من البلوغ لغايه سن 25 30 سنه. السؤال الثاني مع حضرتك دي صوره اهو شاب بس الحركه اللي بيعملها دي غلط جدا، ليه؟ لان ده بيؤدي الى حدوث المشاكل اللي احنا بنحكي عنها، سواء بقع ده البقع ده يعني الحركه دي طبعا بتؤدي لحدوث البقع وتؤدي لحدوث الندبات، مهمه جدا ان احنا ما نعملهاش، نبعد عنها خالص. الالتهاب بتاع حب الشباب ان احنا نعمل فيه كده لا خالص عشان ما يديش الى مشاكل حب الشباب. خلاص الحركه دي ممكن تتعمل كمان بشكل جراحي دقيق شويه، ان احنا نشيل المسام بس مش اي مسام، مش المسام الصديديه، مش المسام البيضه، المسام السوداء هي اللي بنشيلها اساسا. ممكن نتداخل في حب الشباب بتداخل جراحي؟ تداخل جراحي ان انا افتح المسام المقفوله دي، مش تداخل جراحي عميق، ده يعني حاجه بسيطه عن طريق جهاز كده عن طريق تقشير. يسبب التهابات اكتر للبشره؟ لا ما هو بيبقى فيه تقشير بقى عن طريق مواد مثبطه للالتهاب، يعني في تقشير اسمه تقشير السلسلك، تقشير السلسلك دي ماده اصلا مضاده للالتهابات. السلسلك ده موجود في المسكنات وموجود في مضادات الالتهابات، ما ندهنه هو مش على قد ما هو هيعمل التهاب هيهدي الالتهاب بسبب الماده المكونه للتقشير مثلا. التدخل بقى الجراحي البسيط برضو ان انا بفتح المسام عن طريق اله صغيره كده، اذا ما استعملناش التقشير ممكن طريق اله صغيره ابتدي ادخل افتح المسام السوداء بس افتحها، بس ما ينفعش طبعا بايد المريض ولا ينفع حتى بايد الدكتور، لا لازم في اله معينه بتستعملها عشان ما تسيبش اثار مدمره للبشره، يعني زي الحركه اللي احنا شفناها في الصوره دي سيئه جدا وبتعمل مشاكل كبيره قوي، بيضطر ان لازم اتدخل بعد كده بليزر، والليزر ده يعتبر تدخل جراحي بليزر وحاجات تانيه عشان خاطر اعرف اعالج المشكله دي. طب انا اقدر اعرف منين اللي عندي حب شباب ولا حبوب عاديه جدا زي اللي بتظهر مع زي مثلا التهاب بصيلات شعر او حاجه زي كده؟ في زي الصوره هنا اللي عندنا ده حب شباب، بس عايز ابقى اتاكد قوي ان حب شباب لازم اشوف الاول اذا كان في
علامات حب شباب، ايه هي العلامه بقى اللي السؤال بتاعك ده مهم عشان خاطر اعرف افرق ده سبب احمرار الوجه ده من حب شباب ولا من غيره. علامه انسداد المسام، خلاص نسميها الكوميدون. الكوميدون ده سده جلديه موجوده في المسام، في المسام تبقى لونها ابيض او لونها اسود، اللي احنا قلنا ممكن نفتحها لو حد تبقى لونها اسود، نقط صوره صغيره موجوده على سطح الجلد، هي دي تدل ان ده المشكله دي حب شباب، لازم اتعامل معاها انا كطبيب جلديه بتعامل معاها انها حب شباب وعالجها. ممكن بقى لو هي بقى مجرد التهابات في بصيلات الشعر، مجرد حبوب بسيطه كده بصيلات شعر تشبه طبعا جدا حب الشباب، لو حد مش متخصص مش هيعرف يفرق طبعا خالص. دي بيبقى علاجها مضادات حيويه مختلفه تماما عن المضادات الحيويه بتاعت حب الشباب، ومش هستعمل لها اي مشتقات فيتامين الف ولا ليزر ولا اي حاجه من الحاجات دي، علاج مختلف تماما خالص. فالتفرقه فعلا مهمه جدا جدا. تمام، يبقى لازم قبل ما احنا نفكر لازم نروح نستشير دكتور. يعني ما ينفعش اللي هو منطق المنطق المصري ان هو طب نجرب يمكن تخف او اسيبها شويه يمكن تروح لوحدها. المنطق المصري العتيد ده بيؤدي بعد كده ان المشاكل ساعات تيجي المشكله بتطلب الدكتور ان هو يحل المشكله اللي انت عملتها في نفسك. فاهم يا دكتور برضه، ودي يعني مسؤوليتك ولا اتجاهنا انا؟ ان شاء الله انا فاهم، بس نقول ما احنا هنا احنا بنقول دايما الوقايه خير من العلاج. الوقايه خير من العلاج. معانا اتصال، بس معانا اتصال. الو، ازيك يا ناس؟ الو، مساء الخير. مساء الخير على حضرتك. استاذ احمد معايا؟ ايوه يا فندم، معاك دكتور عمرو. اخيرا يا استاذ احمد، اخيرا. انا عايزه اقول لحضرتك ان انا بقالي حوالي ما لا يقل عن 10 دقائق عشان اعرف اكلم حضرتك. الف شكر لحضرتك. معاك دكتور عمرو، سؤالك. ميرسي 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 يا فندم، ميرسي بجد، ماده علميه ممتازه. ميرسي. حضرتك يا دكتور. اهلا وسهلا بيه. بعد اذنك بس يا دكتور، انا كنت عاوزه اسال حضرتك على حاجه. اتفضل. انا واحده بالنسبه لي، انا في الشتاء بشرتي بتبقى عاديه خالص ما فيهاش اي مشاكل. واش. لكن في الصيف يا فندم بتطلع لي كده زي بقعه حمراء في وشي، والبقعه دي على اخر السيزون كده بتسود. على اخر ليه؟ على اخر الصيف. يا فندم. بيحصل لها اسمرار. تمام يا فندم. تمام تمام. طيب خدتي علاج للموضوع ده؟ والله انا رحت على عند اكتر من دكتور وكده، قال لي دي بتبقى حاله نادره جدا بتحصل، تقريبا 1% بس او 2% بس، يعني مصر وكده بيجي لهم كده، بيجي لك حاجه من الهواء. بس انا بصراحه ما عرفتش منه حاجه، بس دايما ولا علاج من اللي انا خدته تقريبا ارتحت عليه، يعني مش بيضيع لي اي حاجه. طيب الحبوب دي بيبقى فيها صديد ولا حاجه؟ الحبوب دي بيبقى فيها صديد؟ يعني بيبقى لونها مصفر شويه؟ ما فيهاش اي حاجه. طب لونها ايه؟ بيبقى احمر ولا بيبقى لونها ايه في الاول لما تطلع، ولا نفس لون الجلد؟ لا لا لا، هي اول ما بتطلع احمر على طول، بتبقى محمره على طول. خليني بقى عايزه اهرش كده. موجوده فين في الوجه لو سمحتي؟ لو سمحتي موجوده فين في الوجه؟ ما هو الوجه كبير قوي، يعني على الخدود مثلا؟ موجوده فين في الوجه؟ على الخدود. تمام. طيب بتبقى موجوده على الجبهه؟ على ايه فندم؟ على الجبهه، على القوره؟ لا 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 يا دكتور، مفيش خالص. هي على الخدود اكتر حاجه، ممكن على المناخير مثلا، الانف. ممكن. تمام. طيب وشك بيبقى فيه شعيرات دمويه؟ اللي عارفه شعيرات دمويه العروق الصغيره قوي كده، بتبقى ممكن تطلع حاجه زي كده؟ طيب ماشي، هقول لحضرتك. حاضر، ماشي. اي سؤال تاني؟ ماشي، بنشكر ضيفتنا الكريمه. اجابتك يا دكتور؟ هي في الغالب طبعا على وصفها طبعا، لكن لازم فحص. دي المشكله دي غالبا هتبقى اللي هي الاحمراريه، اللي هي المشكله الثانيه اللي احنا ان شاء الله هنتكلم عنها، الاحمراريه او الزهريه. دي بيبقى التهاب في البصيلات بتاع الشعر نفسها، بيبقى في نوع من انواع الميكروبات بتدخل في البصيلات دي، بتنشط تفاعل حساسيه جوه ايه البصيلات دي. طبعا علاجها بيطول شويه، هنحاول نتكلم عنها ان شاء الله اول ما نخلص دلوقتي بسرعه. حب شباب خلاص. طيب. لو في اي اسئله ثانيه هنسالها على حب شباب ولا لا على المرحله الثانيه نتكلم عنها؟ الاحمراريه اللي هي بتسال عنها في الغالب طبعا من غير فحص صعب، بس محتاجه حضرتك فحص، في الغالب هتبقى كده. الاحمراريه دي بقى ايه؟ الاحمراريه ده مرض منتشر، بس مش الناس ما تعرفش الاسم او مش مشهور قوي. بنسميها الاحمراريه او بنسميها الزهريه. دي بتبقى العيان بيشتكي ان في احمرار وفي حبوب حمراء، ساعات بيكون فيها صديد ساعات لا، مع ظهور شعيرات دمويه على ايه السنتر بتاع الوش، المنتصف، المنتصف المركز بتاع الخدود والانف والخد الثاني كده، ممكن تظهر تحت شويه على على على, على, على الدقن، بس حاجه بتبقى حاجه بسيطه، لكن في الغالب تاخد السنتر كده. الاحمراريه بيبقى سببها نوع من الميكروبات اسمه مايت. المايت ده بتدخل جوه، ميكروب صغير قوي كده بيدخل جوه البصيله، بيعيش جوه البصيله، وجوده هو نفسه بينشط تفاعل التهابي. ايه سبب وجود الميكروب ده اصلا؟ الميكروب ده موجود في البيئه،
عادي خالص موجود عندنا في الدقيقه. هو بينشط اول ما يخش في المكان، اما بيدخل بقى في البصيله عند الناس اللي عندهم قابليه، لازم يكون عنده قابليه استعداد في البشره بتاعته ان ما يتعرض للميكروب ده، بينشط تفاعل التهابي. انهي نوع بشره بالظبط؟ لا هي مش نوع بشره بالنسبه جافه ولا دهنيه، لا لا ده استعداد الراسي جوه البشره، جوه خلايا البشره نفسها. ان لما تتعرض للميكروب ده يبتدي يحصل لها التهاب معين، الالتهاب ده بيؤدي الى تجمع الخلايا المناعيه حوالين البصيلات، فتحصل تلتهب وتعمل الحبوب الحمراء الصغيره دي، ويبتدي كمان تحصل الاشعارات الدمويه دي، ومع الوقت اذا سبناها تبقى الوش ممكن يستمر على الاحمرار ده بدون توقف. يعني هي تبتدي الاول موسميه. طب نبص على الصوره دي معنى الاحمرار ده. مثلا زي دي، طبعا دي بس حاله متاخره قوي من الاحمراريه، ده سايب نفسه كتير قوي، دي ثبتت في الغالب خلاص. ان هي تبتدي الاول موسميه، بتيجي كل فتره فتره كده، اذا ما اتعالجتش كويس يبتدي الاحمرار ده يثبت، تبقى طبعا اصعب في العلاج. تمام يا دكتور. بالعيان بيشتكي دايما، الناس بتقول له انت وشك احمر كده ليه، انت وشك انت عندك مشكله. هو مش هو بيبقاش عنده حب شباب، وهو بيبقى عارف ان ده مش حب شباب، يبقى شكله مختلف عن حب شباب، ولا بيبقى فيه المسام بتاعت حب الشباب بتاع السلام السوداء او المسام البيضاء اللي قلنا عليها ما بتبقاش موجوده. لا هو بيبقى يشتكي ان في شويه حبوب وشويه احمرار على وشه، بيخف طبعا هيهدى بعد شويه ويديه الالتهاب، ممكن يسيب اثر المغمق زي ما قالت ايناس معانا، بس بعد كده يرجع يتكرر تاني ويتكرر تاني لغايه ما يثبت. تمام. فلازم التدخل في الاول. طب لو وصل لمرحله متاخره، لو وصل ليها برضه علاج عن طريق الليزر الصبغه او الليزر الوميض الضوئي. تمام. هم دول احسن حاجه ليها في الحالات اللي هي المتاخره دي، وممكن نبتدي بيهم بدري يبقى برضه نتائج احسن، نوقف الشعرات الدمويه دي عن التمدد، هي يعني تبقى شعرات دمويه صغيره قوي، المفروض ان انا ما بشوفش الشعرات الدمويه اللي في البشره بس. تمام. اما بتحصل لها اتساع وتمدد قوي نتيجه الالتهاب اللي حاصل بتوسع قوي، فاشوفها اشوف ايه شعور شعار ده مقرب قوي كده من البشره عن طريق المنظار الطبي بتاع الجلد، في اسمها منظار الجلد او الدرموسكوب، بنبص بيه بتبان في اشعارات دمويه واضحه قوي منتشره على سطح البشره. الليزر بيعمل ايه؟ بيحصل حرق لاشعارات دمويه بس من غير ما يحرق البشره خالص، بيبقى موجه مسلط على الشعرات الدمويه، هو بيبقى التكنولوجي يعني نفسها ان انا اسرع الشعرات الدمويه من غير ما اسرع على البشره خالص. فالتكنولوجي هي دي ميزه الليزر، انا بتحرك ناحيه حاجه معينه بس، اما اجي اعمل على اشعه دمويه انا باثر على اشعه دمويه بس من غير ما اثر على البشره خالص، لان هو في تقنيه الاختصاص مختص بحاجه واحده بس هي اللي تستجيب للليزر. الليزر بنبتدي فيه مع علاجات موضوعيه تانية، في اكتر من علاج موضوعي دلوقتي ابروفد خلاص ان هو يستخدم للعلاج الزهريه وبيجيب نتائج كويسه. حاجات يعني عموما دلوقتي مفيش اي مرض من المرضين دولت مالوش دلوقتي علاج، كل حاجه ولا علاجه. لا لا كل ما تبقى بدري طبعا كل ما تبقى العلاج اسهل اسهل. لكن في النهايه برضه هو متاخر او بدري ليها علاج، ليها مدى علاج المناسب كل حاله المناسب ليها نحددها. ملاريه ليها علاجات مختلفه عن علاجات حب الشباب خالص. تمام. في تشابه بينهم في بعض الادويه لكن ككورس لا ما ينفعش. وبعدين الاسباب بقى، الاسباب موضوع الميكروب ده ليه علاج، بيبقى ليه علاقه كمان مهمه قوي ان بعلاقه الميكروب الحلزوني بتاع المعده. كتير دلوقتي نسمع عنه ناس عندها قرح او عندها مشاكل التهابات في المعده، تقول انا عندك ايه؟ الدكتور قال لي عندي الميكروب الحلزوني. الميكروب الحلزوني ده وجد ان ليه علاقه مع الاحمراريه او الزهريه، فلو في مشاكل في المعده مع عيان الاحمراريه بساله دايما هل عندك مشاكل في المعده، اي قرح او مشاكل بتتكرر عليك في فم المعده، بيجيلك حرقان. فلو في مشكله ده لازم اعالج مع الاحمراريه، اعالج جرد ده طبعا مع التعاون مع دكتور البطنه. تمام. ان هو يكتب العلاج المناسب للميكروب الحلزوني، لان هو الميكروب نفسه ده بينشر سموم جوه الجلد بتستجيب برضه بشكل تفاعل التهابي جوه البشره. تمام تمام يا دكتور. معلش كده وقت حلقتنا الوقت خلاص، ما لحقناش نقول. وانا بشكرك جدا جدا حضرتك يا دكتور. وعايز بس حضرتك قبل ما ننهي حلقتنا يا ريت حضرتك توجه رساله للساده المشاهدين في الكاميرا مع حضرتك. احب اقول ان احمرار الوجه انه يكون طبيعي موجود فعلا، بس دي نسبه قليله قوي، وتكرر احمرار الوجه يستدعي انك انت تروح تكشف عند الطبيب المتخصص في الجلديه والتجميل عشان يشوف لك المشكله دي سببها ايه، لان كل دواء كل مرض ليه دواء مختلف. ما ينفعش نروح بس ببساطه ناخد اي كريم، لو خدنا كريم كورتيزون مثلا للامراض اللي احنا ذكرناها دي هيزود المشكله 100%، يعني هيضاعف المشكله على طول، ضاعف مشكله الاحمراريه على طول، ويضاعف مشكله حب شباب، ده بالنسبه للحاجات اللي احنا نذكرهم. فمبدا ان انا اخد اي كريم على بشرتي محدش بيجرب في وشه.
الوش ما ينفعش حد يجرب فيه خالص. اكيد طبعا دي حاجه البشر، ده المظهر الامامي خلاص. فرجاء انك انت ما تستسهلش في البشره، بس ان انا اروح لدكتور متخصص، ان انا احافظ على نظافه البشره بانتظام من طريق منظف مناسب لنوع بشرتي، سواء جافه او دهنيه او عاديه، نستخدم منظف مناسب يوميا، نحافظ عليها من الاتربه والغبار، نحافظ عليها باستخدام غذاء صحي متوازن، لازم تكون فيه الخضروات الطازجه موجوده استمرار يوميا في اكلنا، نحافظ عليه بالحفاظ على الصحه العامه واللياقه البدنيه نفسها، دي مهمه قوي حتى بتاثر على الجلد ونمو الجلد، ده كله بياثر عليه. فالالتزام بالحاجات دي كلها هيحفظ لنا على، هيساعدنا نحافظ على بشره نقيه متوازنه صحيه. تمام يا دكتور، بشكر حضرتك جدا. مشاهدينا الكرام، كنتم مع دكتور عمرو غريب، نشوفكم في حلقه جديده، السلام عليكم.